التدريب 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 دائما انا نصيحتي لهم وقفوا قدام المنظره وتكلموا، لان هذا يعكس نظرتك لنفسك في وقفتك في كلامك في اسلوبك حتى في انماطك في استخدامك لمفرداتك. نصيحه لكل مذيع يبغى يصير مذيع او انه هو مذيع ويبغى يتقدم في حياته المهنيه، اول شيء يتوكل على الله، يدرس ذاته ويطور المهارات الناقصه اللي عنده.